السلام عليكم ورحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. تكلمنا يمكن درسين او ثلاثه راحا عن اللي هو تور، تمام، اللي هو برنامج تشفير الاتصال، تمام. فعشان تشفر اتصالك لازم تدخل عن طريق التور، بحيث انه مزود خدمتك ما يعرف انت قاعد تسوي، او الشخص اللي معك بالشبكه مسوي انه، او ايا كان، تمام. ايضا من فوائد التور ايضا اللي هو تخطي حجم المواقع، تمام. بعض المواقع محجوبه، ممكن انك تتخطاها عن طريق التور، تمام. طيب احنا يهمنا انه نعرف انه التور عباره عن بروتوكول ممكن ما يكون يدعم بعض اللي هن المتصفحات. درس اليوم هو كيف اننا نقدر نخلي البروتوكول الخاص بالتور يتحول الى HTTP بروكسي، بحيث اننا نقدر نستخدم البروكسي هذا باكثر من برنامج واكثر من طريقه. لذلك خلكم معي، خلونا نشوف ايش نقدر نسوي اليوم، وكيف ندخل عن طريق اي برنامج بروكسي مختلف. خلكم معي. اول حاجه راح تسوي تتاكد انك محمل التور اصلا، اوكي. لذلك راح تكتب sudo apt-get install tour، تمام. طبعا هذه اذا كنت على اي توزيع ديبيانيه فراح تستخدم الامر ذا تور. طبعا في برنامج ثاني هو اللي راح اساسا يحول لنا الفكره هذه، وهو برنامج بريفوكسي او برايفوكسي، تمام. هذا هو، تمام. انت راح تحمل البرنامجين ذي، انتر دخل باسورد حق جهازك انتر. طبعا نحمل البرامج ما يحتاج حملها. بقيه التوزيعات على حسب نوع التوزيع، اذا مثلا تستخدم اللي هو الفيدورا فراح تحط yum install تور برايفوكسي بالشكل هذا، تمام. Arch Linux Pacman S تور برايفوكسي، تمام. وش بعد عندنا اللي هو الزبر الخاص بال الاوبن زوزا، زبر انستول تور برايفوكسي. هذه عطش استهبليه، تمام. برايفوكسي، اوكي. حمل الحين البرنامج. بعد ما نحمل البرنامج يحتاج ان نضبط اعداداته قبل اي شيء. لذلك انت راح تكتب سودو مثلا جي اديت، اوكي. طبعا انا ما استخدم جي اديت لكن مجرد مثال، تمام. ثم تعط اي تي سي برايفوكسي، تمام. ثم اللي هو كونفج، تمام. طبعا لاني على الكي دي اي فانا ما استخدم الجي اديت، لكن اغلب التوزيعات موجوده هو جي اديت، مجرد ملف او برنامج لفتح اللي هي الملفات. كي دي اي سودو، انا راح استخدم كيت، اوكي. انتر. الان راح يفتح لنا الملف الجميل هذا، اوكي. اللي عليك تسوي انك تستخدم البحث، تمام، وتبحث عن الكلمه هذه اللي هي فورورد بعدين سوكس 5، اوكي. ابحث بالكلمه هذه اللي هي فورورد زي ما شايف سوكس 5، تمام. راح تحصل في تحت لو ننزل، ايوه احنا راح نبحث عن هذا الامر، اوكي، اللي هو فيه الفورورد. طبعا لازم تتاكد انه السطر هذا سليم وفي نقطه بالنهايه. اللي عليك تسوي انك تحذف علامة الهاش اللي بالبداية، علامة تسوي حفظ الملف، تسكر الملف، تمام. بعدها راح تسوي sudo service tour restart، طبعا مجرد نتأكد ان التور يشتغل، اوكي. الان sudo service هذه ضروري انك تسويها ولا ما راح يشتغل معك البرنامج، اقصد بالاعدادات restart، اوكي. الان برنامج اللي هو البرايفوكسي اعطاك امكانيه انك تدخل من خلاله اي موقع او اي مكان او اي برنامج تفتح به. طيب ايش هي طرق اننا نستخدم اللي هو برنامج؟ طبعا واحد من الاشخاص سال عن الميدوري مثلا، تمام. لو دخلت على الميدوري مثلا على سبيل المثال، راح تلاحظ الحين انه انا لا استخدم اي بروكسي ولا حاجه. لذلك ممكن اروح لاعدادات الميدوري عن طريق بريفرنسز، تمام، ثم اروح للنتورك، ثم اروح استخدم اللي هو HTTP بروكسي، تمام. الان دخل HTTP بروكسي اللي هو عباره عن لوكال هوست، طبعا الرقم الخاص بالبروكسي حق البرايفوكسي هو 8118، تمام، اللي هو البورت، تمام. الان احنا بدنا نستخدم البروكسي، خلينا نسوي تحديث، اوكي. نسكر الصفحه او نسكر البرنامج، نفتحه من جديد عشان ياخذ الاعدادات الجديده. طبعا يظهر لك كونجراتيليشن والى اخره، فانت اوكي الان انا استخدم التور. طيب هل في طريقه اني اسوي الاعدادات هذه بدون ما اني اسوي تخصيص لكل برنامج؟ طبعا نعم. اول شيء خلونا نسكر هذه عشان من باب اننا نتاكد. راح نروح للتور ونخليه يستخدم الاعدادات الافتراضيه، اوكي، اللي هي اوتوماتيك. لو فتحنا التور من جديد الحين راح لاحظ ان التور ما راح يفتح معنا الموقع هذا اللي هو تشيك. طيب في اكثر من طريقه، اوكي. اذا انت حاب تفتح برنامج واحد وهذه ميزه، بدل ما انك تعطل اتصالك كله ويكون بطيء نوعا ما، احيانا يكون بطيء جدا واحيانا يكون عادي سريع، لكن بعض الاحيان يكون التور بطيء. فبدل ما انك تعطل اتصالك كامل وانت تحتاج برنامج واحد تدخل عن طريقه ببروكسي، ممكن انك تستخدم الامر هذا اللي هو ENV، تمام. نرفع هذه شوي، ENV، تمام. تكتب هنا HTTP بالشكل هذا، ثم تحط اللي هي شرطة تحت HTTP proxy
يساوي، راح تحط البروكس اللي احنا استخدمناه قبل شوي، لوكال صغر هذا لوكال هوست، ثم تحط البورت اللي هو 8118، ثم تكتب اسم البرنامج. انا بس بستخدم مثلا برنامج اللي هو ميدوري، راح اكتب ميدوري هنا ميدو اي انتر. الان ميدوري راح يستخدم اعدادات البروكسي حقت النظام. يلا اوكي، زي ما انتم شايفين الحين الميدوري صار يستخدم الاعدادات. طيب انا ابي لما ادخل على النظام او راح اطبق البروكسي على مستوى النظام، تمام، بحيث انه نظامي كامل يكون داخل عن طريق البروكسي هذا. طيب ممكن ان نوقف هذه. اوكي، اللي عليك تسويه ببساطه شديده جدا انك تكتب سودو جي اديت اي تي سي بروفايل. اوكي بروفايل، طبعا تدخل الملف هذا زي ما قلت لكم، انت تطبق الامر هذا اذا كنت تستخدم ابونتو او ايا كانت. المهم تفتحه باي محرر نصوص، انا راح افتحه عن طريق اللي هو زي قبل شوي كي دي اي سي يو كيت. اوكي، الملف هذا طبعا فيه اعدادات اللي هي بدأ تشغيل، راح تنزل تحت الاخر شيء وتضيف الاسطر هذه، تمام. طبعا انا معطل البروكسي حاليا، لكن انك اللي عليك تسويه انه الاسطر هذه طبعا هي موجوده تحت بالوصف، تنسخها او تلزقها تحطها باخر اللي هو اخر الملف هذا، بحيث انك تشيل العلامات هذه، تمام، تحفظ الملف، تسكر الملف، تسجل خروج، تدخل مره ثانيه، تحصل نفسك الان تستخدم الانترنت بكله بشكل كامل ومشفر، جميع برامجك وجميع كل اي حته، حتى واجهه سطح المكتب عندك اذا كانت تستخدم الانترنت. الى هنا انتهى درس اليوم، اتمنى انكم استفدتوا. خلاصه الحديث انه راح نقدر نستخدم البرايفوكسي عن طريق اللي هو يعطينا HTTP بروكسي. طبعا الشغله هذه بدل ما انك تقعد تسوي كل شوي ريستارت، احنا تكلمنا قبل عن برنامج اسمه RCC conf، اذا كان غير محمل لازم تحمله، تمام. خلينا RCC conf، ابحث هنا عن التور عن برايفوكسي وحط عليهم نجمه، هذا التور، شوف انا لاحظت شيء عن النجمه عنه، راح اشغل التور الان، نبحث عن البرايفوكسي، هذا البرايفوكسي، تمام، تاكد انك حاط عليه نجمه. ايش الفائده؟ الفائده انه اذا عدنا التشغيل خلاص تلقائيا يشتغل هذا ويشتغل هذا. اللي علينا نسويه انه فقط ندخل البرنامج اللي نحتاجه او اننا نستخدم الخصائص الكامله، هذه الطريقه الاولى. الشغله الثانيه انه اذا حاب تفتح برنامج واحد فقط، يعني مجرد استخدام بسيط وتسكره، فبدل ما تطلع وتدخل وتسوي قصه طويله وانت تحتاج برنامج واحد، تكتب env، تمام، ثم نكتب اللي هو ايش HTTP بروكسي يساوي، ثم تحط هنا لوكال هوست، ثم تحط الرقم، تحط اي برنامج ان كان، نفترض كوبي اللي هو برنامج المحادثات، تمام. الان برنامج المحادثات عندي راح يدخل عن طريق اللي هو البروكسي هذا، تمام. وبعدين انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله بدرس جاي. لا احد يستخدم هذا اي استخدام سيء، هذا له ميزات كثيره من ضمنها تشفير اتصالك، زياده خصوصيه، تخطي حجم المواقع اللي انت تحتاج تدخلها، ورغم ان احيانا في بعضها محجوب بس احنا ما ندري ليش. عموما نشوفكم ان شاء الله بدرس جاي وفي امان الله.